خليني اقول لك يا رؤى الف مبروك. انت الله يبارك فيك. انا هذه الدخله ما ابغى ادخل كذا وانا سامعه كذا هزيج الهلال وفرحه الهلال. انت مستعده اليوم ما شاء الله عليك، دائما مستعده على التتويج. اليوم فرحتنا غير بعد ما شفنا امس يعني مراسم تتويج فريق الهلال ببطوله دوري روشن السعودي لموسم 23-24 بعد ما حسم الفوز بلقب دوري روشن بعد فوزه على فريق الحزم باربعه اهداف لهدف، طبعا وسط اجواء احتفالية من جماهير الهلال. أكيد نقول لهم يعني ألف مبروك صراحة هذا الفوز وهذا الإنجاز، وطبعا الإنجاز ما انتهى هنا. طبعا أكيد نادي الهلال السعودي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأطول سلسلة انتصارات متتالية واللي هي 34 مباراة في تاريخ كرة القدم. ألف مبروك. كذا نبارك للهلال ونقول لهم ألف مبروك. هذا الإنجاز مو لشيء معين بصراحة، يعني من إدارة، من استراتيجيات، من جهود اللعيبة، إرضاءهم لجماهيرهم ولمحبيهم وتحقيق الكثير من الانتصارات المتتالية. فنقول لهم ألف مبروك على هذا الجهد العظيم اللي بتقوموا فيه. لما قعدت أقرأ كل الأندية والفرق اللي دخلت على موسوعة جينيس، كل ما بين فريق وفريق يعني انتصار واحد أو انتصارين بالكثير، أما ما بين الهلال وكمان نيو سانتوس اللويزي 27 وإحنا كم وصلنا 34، فشوفي الفرق الشاسع ما بين الفريق اللي كان قبل ودخل على موسوعة جينيس وإنجازات الهلال. أكيد طبعا نقول ألف مبروك لجمهور الهلال، محبين الهلال، وحتى ألف مبروك لهم الدخول لموسوعة جينيس. طبعا هذا فوز مستحق أكيد وبجدارة.